بعد أيضا النشاط اللوجستي 2002 حتى 2005 تقريبا تم إنشاء عدة شركات لوجستية في الكويت والخليج عموما، وصار هو النشاط يعني المزدهر. لكن يعني صارت الأزمة العالمية ب 2008 وانخفضت أسعار النفط من 147 دولار في 2007 يعني كذروة فجأة إلى 30 دولار في نهاية 2008، طبعا أدى إلى تراجع. الآن بدأ الوضع اللوجستي يأخذ وضعه الإقليمي المحلي الطبيعي. كانت